بفيديو اليوم راح نحضر وصفات شعبية كلنا بنحبها، بدنا نحضرها بمكونات متوفرة في كل بيت. خليكم معنا تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفات راح تنال إعجابكم. فضلا إذا عم تستفيدوا من فيديوهاتي حطوا لايك وتعليق. خليكم معنا وتابعوا الفيديو للأخير وشوفوا كيف بدنا نحضر هدول الوصفات. وصفة صحية سهلة التحضير وتنفع للدايت كمان. خبروني بالتعليقات من وين عم تتابعوني. وبدنا نحضر الوصفة الثانية. هون في عندي كمية من البروكولي قطعته بهذا الشكل، وبالنسبة للجزع البروكولي كمان قطعته الحلقات مثل ما نكون شايفين. وفي عندي حبتين من الجزر قطعتهم لحلقات، وفينا نضيف معهم البطاطا لو حبينا. وهون في عندي حبة بصلة أنا قطعته لشرائح رفيعة مثل ما نكون شايفين. وفي عندي حبة فلفل، الفلفل حلو مو حار. وفي عندي 3 حبات من البندورة أحجامهم صغيرة، فينا نزيد الكمية لو حبينا. قطعتهم كلهم بنفس الحجم تقريبا أحجام متوسطة. وفي عندي 3 فصوص من الثوم هرستهم مباشرة فوق الخضار تعطينا نكهة لذيذة، وتبلتهم بالملح وإكليل الجبل والكزبرة وفلفل احمر. استخدمت الحلو، فينا نستخدم الحار لو حبينا. حطيت فوقهم رشه من الفلفل الاسود، وحطيت زيت الزيتون، وفينا نستخدم زيت النباتي لو ما هو متوفر. خلطتهم بشكل كتير منيح لحتى الخضار كلهم تغلفوا بالتوابل. وهون في عندي صدرين من الدجاج انا قطعتهم لقطع متوسطه بنفس احجام الخضار. وتبلتهم بالملح ورشه فلفل اسود. وبالنسبة لكمية صدور الدجاج فينا نقلل أو نكتر، وفينا نستغني عنه كمان ويعني نحضره بالخضار بس. وبهذا الشكل كل المكونات صاروا عندي جاهزين. أنا طبختهم بالجريل، وفينا نستخدم المقلاية الكبيرة يلي إلها غطا، ورتبت شكلها وضفت شوية زيت فوق الصدور وحطيتها على النار. قلبتها للجهة الثانية، أخذوا معي تقريبا 40 دقيقة. وبهذا الشكل طبختنا صارت عنا جاهزة. المكونات بسيطة وطعمة بتجنن، والأكلة الصحية، وفينا نقدمها جنب الرز أو البرغل. يا ريت تخبروني بالتعليقات من وين عم تتابعوني. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات بصندوق الوصف. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو. بتمنى وصفات اليوم تنالت إعجابكم، وانتظروني بوصفات جديدة إن شاء الله. مع السلامة، في أمان الله.